أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن الاتفاق بين منظمة أوبك وأوبك بلس أسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية. نحن بدأنا أو انتهينا من العام 2019 بتطور واتفاق كبير بين مجموعة الدول المنتجة المتحالفة مع أوبك اللي نسميها أوبك بلس، 500 ألف برميل إضافية إلى المليون ومئتين برميل اللي تم الاتفاق عليها. هذه أعطت السوق يعني قدرة على التوازن. كنا نتخوف أن الربع الأول يكون فيه بيلد أب أو نمو في المخزون، ولكن ولله الحمد بالقرار الاستراتيجي الذي تم اتخاذه والموافقة عليه من جميع الدول في أوبك بلس تمكننا ولله الحمد من المحافظة على توازن العرض والطلب وعند مستويات معقولة من الخزين الاستراتيجي.